الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هذه سؤال جميل جدا، وقبل ما نبدأ في الإجابة عليه غندير واحد التوطئة اللي هي بأننا احنا في جايتكس أفريكا، وهذه أول ثقة اللي دايرها العالم وجايتكس في المغرب اللي أورغانيزو فيه هاد جايتكس أفريكا لأول مرة في المغرب. هذه ثقة كبيرة في الشركات المغربية وثقة كبيرة في البلد ديالنا المغرب في القدرات ديالو، القدرات ديالو التنظيمية، القدرات ديالو الإنسانية، والقدرات ديالو التقنية. إذا هذه أول خطوة بعدا اللي غادين فيها في الرقمنة وفي الأورغانيزاسيون. راه كتلاحظوا بأن كاين عدة شركات اللي جاية من عالم كامل دايرة الرقمنة، ولكن كاين حضور أيضا ديال الشركات المغربية اللي متخصصة في الرقمنة. اليوم باش ندوزوا لهذا الرقمنة اللي تولي في المغرب بطريقة سائدة، ولكن تكون الشركات المغربية هي اللي خدامة على هذا باش نضمنوا السيادة ديال الوطن ديالنا على هذه التكنولوجيا اللي مهمة بزاف. خصنا نثقوا أكثر في الشركات المغربية اللي عندها قدرات كبيرة وعالية في الرقمنة، بحيث أنها هاد القدرات ديالها وهاد الحلول ديالها كتبيعهم وكتوصلهم إلى خارج البلد في أكثر من 36 دولة، بحال شركة سيسبي مثلا، وكاين شركات أخرى مغربية اللي تبارك الله عليهم عندهم قدرات وحلول قوية جدا. فأول حاجة خصنا نثقوا في هاد الناس هادو ونديروا كما كيقولوا نديروا النية ونثقوا في هاد الناس هادو، ولو تكون أخطاء في الأول فنشجعوهم أكثر ونعطيوهم فرصة باش يبينوا القدرات ديالهم في المحيط المغربي، وخصوصا الشركات الكبرى. الشركات الكبرى تكون مغربية ولا دي ملتي ناسيونال، مزيان دير الثقة في الشركات المغربية وتعطيها فرصة باش تتبين القدرات ديالها الرقمية في المغرب، ومع الميدان الاقتصادي المغربي يكونوا مال الحوانت، يكونوا الحوانت موين، الحوانت الكبار، الشركات الصغرى، الشركات الكبرى، الشركات ديال المحطات ديال الضوء، المحطات ديال المطار او زعما يعني لي بو ولا كساسوا، في جميع الميادين خصنا نفتحوا الباب للشركات المغربيه باش نتعاملوا معها ونديروا فيها الثقه ونخليوها تبين لنا على القدرات ديالهم العاليه. سولتيني قبيله السي عبد الله قبل ما نبداو هذا الديسكور، قلت لي اليوم جيتي بلباس مختلف، فبغيت نقول لك هو ماشي لباس مختلف. احنا الحمد لله في المغرب، وهذا يوم الجمعه النهار الثالث من الجايتكس اللي داز رائع، فقررنا احنا كفريق ديالنا كامل نجيو لابسين لباس مغربي. فمعانا من الفريق اللي لبسوا لباس ديال الشمال، مغربي ديال الشمال، وانا قررت باش نلبس اللباس المغربي ديال الجنوب. والحمد لله فخورين جدا بالمغرب واللباس المغربي ديالنا، ايه كنحماقوا على المغرب. الله يخليني انا المغرب والناس ديال المغرب وملك المغرب وجميع المواطنين المغاربه، الله يفتح لهم ابواب الخير والله يجعلنا كاملين فرحانين في هذه البلاد السعيده.